بالعودة إلى شمال البلاد وفي ظل اقتراب يوم الاقتراع، تأخذ الحملة الانتخابية في مدينة زورات أنماطا دعائية مختلفة بهدف كسب أكبر عدد من الناخبين. ويستخدم المترشحون أساليبهم الدعائية المتاحة من أجل إقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية للتصويت لهم. مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية، بدأت الحملة الانتخابية في مدينة زورات تأخذ أشكالا متعددة. فعلى مستوى حزب الإنصاف، أعلن خلف أحد المرشحين لمقعدي مقاطعة زورات في البرلمان عن تكتل حزبي التحالف الشعبي التقدمي والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية سحب ترشحه من لائحة ائتلاف النجاح في تكتل الحزبين السياسيين، معلنا انضمامه لداعمي برنامج رئيس الجمهورية والالتحاق بداعمي مرشحي حزب الإنصاف. وبدورهما رحبت إدارة حملة حزب الإنصاف على المستوى الجهوي والمقاطعي بإعلان المترشح السابق والمجموعة التي ترافقه انضمامهم لحزب الإنصاف وخياله بوصفه الذراع السياسية لرئيس الجمهورية، مشددتين على أنه الخيار الأمثل لبناء غد أفضل تسود فيه العدالة وتتحقق فيه التنمية. أما حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم إيديبي فقد نظم مهرجانا سياسيا في المنصة الرسمية، حمل فيه المناصرون الصور المكبرة لمرشحي الحزب ملوحين بإشارات الدعم والمساندة، تخللته وصلات موسيقية وفنية ألهبت حماس مناصري الحزب. وتبادلت على منصة الخطابة إدارة الحملة والمرشحون، فدعوا مناصري الحزب لخوض حملة نظيفة لا تجريح فيها وتحترم المنافسين، مؤكدين في هذا السياق أن الحملة فترة محدودة وبانتهائها سيعود الجميع إلى التعايش كإخوة وأصدقاء وجيران. وأكدوا دعم حزب الاتحاد من أجل الوحدة والتقدم لبرنامج رئيس الجمهورية وتوجهاته، مشيرين إلى أن الولاية أنجبت أطرا أكفاء في جميع المجالات، مستعدين لتشكيل نواة لدعم المجلس الجهوي وتوجيهه لما فيه مصلحة الولاية، متعهدين بأن تشكل هذه التظاهرة الانتخابية منعطفا تاريخيا في مسار البلد والولاية بشكل خاص، موضحين أهم محاور برنامجهم الانتخابي وأبرز الحلول المقترحة من طرف الحزب لحل المشاكل التي يعاني منها سكان تير زمور. كلما اقترب يوم الحسم تزداد وتيرة إيقاع الحملة الانتخابية البلدية والنيابية والجهوية في مدينة زورات، ويزداد تنافس المرشحين على كسب ود الناخبين قبل يوم الاقتراع. سيدي أحمد البوكار، سيرة زورات الموريتانية.